أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية. الكيكة تخبل تخبل هايلة، شوكولاتة سايحة بقى وحاجات كده ونايحة وحاجات كده. طيب احنا دلوقتي بنفكر كل البنات انه ممكن وهم قاعدين في البيت يعملوا هدية لطيفة جدا لأختك، هدية لبنتك، هدية حتى لجوزك، هدية لنفسك تهادي روحك، ودي أجمل حاجة في الدنيا. فنشوف البنات اللي بتبقى قاعدة في البيت وبتفكر انها ازاي تستثمر وقتها، بدل ما احنا طول النهار قاعدين عندنا ملل او بنتفرج على التلفزيون او ما بنعملش حاجة مفيدة. فتعالوا نشوف ازاي ممكن نستفيد من وقتنا. معانا هيام زعتر، مصممة الكروشيه. اهلا بيك يا هيام. اهلا بيك. الشهيرة بنونة، نونة للكروشيه. اهلا بيك يا نونة. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. نونة قوليلي انت يعني ابتدت ازاي قصة الكروشيه دي معاكي؟ هو وانا صغيره كنت دايما بشوف يعني جدتي دايما بتشتغل الفن دوت على طول يعني. فالموضوع بقى عندي حباية. لما كبرت شويه بقى هوايه عندي، لان انا قاعده في البيت يعني استهوتني الموضوع، بدات ان انا اطور من نفسي بقى يعني، اتعلمت شويه غرز حاجات كده. بدات اطور من نفسي. اتعلمتيها منين بقى يعني؟ حد علمك ولا انت هي مثلا؟ جدتي علمتني المبادئ. بدات ان انا ابحث بقى في النت وفي المجلات العالميه والكلام دوت. بدات ان انا اطور من نفسي وانا قاعده في البيت. بس لغايه ما وصلت للموضوع بقى عندي احسن يعني، مش مكسب بس، هو بس هوايه. طبعا هوايه جميله يعني. طبعا. طب بصي انا هقول لك حاجه، انا معرفتي بالكروشيه لسه كنت بقول لمها مش قوي. تمام. فانا عايزه اعرف الكروشيه ده يعني ممكن يتلبس امتى؟ ممكن يعني بيتلبس في اوقات معينه ولا فوق مثلا جاكيت؟ انا يعني عايزه افهم. هو الناس دايما واخدين عنه انطباع ان هو شتوي بس، يعني هو صوف او حاجه يعني كده. هو شتوي بس؟ لا لا، هو صيفي وشتوي وبيتلبس، ويعني ممكن يتوظف بكذا حاجه يعني، مش حاجه واحده. وبيتعمل منه اكسسوارز دلوقتي. يتعمل منه اكسسوري، يتعمل منه شوزات، يتعمل منه شنط. انا عايزه بس اقول للساده المشاهدين على حاجه، اوكي؟ تمام. ان انا البلوزه اللي لابساها النهارده دي، بلاوز دي معموله كروشيه. تجنن. نونة هي اللي عاملاها. انت اللي عاملاها؟ تجنن. شفتي؟ هي طبعا جميلة أنا جدا. انا قلت النهارده فعلا لازم البس حاجة شغلها، وهي جابتها لي معاها. اي نعم، كنت لسه ما قستش بقى. هي جميلة طبعا جدا، ويعني زاد الجمال لما طبعا استاذة نهى لبستها. طبعا عايزة اقول لك تسلم ايديكي نجمة، ففعلا يعني الحاجة بتبقى جميلة جدا. لا هي فعلا حلوة. لا بس حقيقي كلهم جوه قالوا لي شكلها حلو قوي ولطيفة جدا، والغرزة جديدة. اصل عارفة في غرز توظيف الحاجة تقليدية جدا في الكروشيه، فساعات ممكن. طب نبص بصه كده. انا عملت يعني بمناسبه الفالنتاين بقى، قلت ان انا نعمل حاجه كده. احمرات بقى، سواريه بقى، ده بقى أيوة بعد الظهر كده. مع جوزك معاه بردك الطاقيه بتاعته والكولا بتاعته. على فكره لونها في الشاشه غير لونها في الحقيقه. الحقيقه على يعني بنيتي شويه موت. دايما ان بيتي بيطلع احمر على الشاشه. حاجه بس جميله جدا، والغرزه جميله وجديده. ممكن تدخليه ايدك كده في النص ما بينها عشان الناس تشوف الغرزه من فضلك يعني. والخيط مش تقليدي. مش خيط تقليدي. والخيط مش تقليدي. لا جميله. تمام. تقليدي لا. ايه كمان يعني ما تشوفي حاجه زي كده برضك. الاطفال احنا ما يعني ما سبناش حاجه ما عملناها، عملنا الاطفال بقى طقم. الطقم يكون كامل بقى يعني. البيبيهات بقى يكونوا ماشيين كده. معلش بس ده صيفي صح؟ صيفي. انا كنت فاكره ان الكروشيه ده بيتعمل في الشيلان التقيله بتاعت جدتي. ايوه الشتوي بس هو ده الانطباع اللي دايما متاخد عنه. يعني بقى صيفي دلوقتي. بقى صيفي وشتوي والخامات بتاعته. طبعا بحاول اتجه للخامات المصريه يعني، ما بحبش. برافو عليكي، بتشجعي صناعه بلدك. طبعا. وفي بردك العرايس زي كده بردك، على اساس ان ايه العرايس التقليديه بتاعتنا دي بقى بيكون عمليه اكتر مع الاطفال. في يعني لو عملت اي حاجه ما بتتقطعش، ما بتتعملش. عشان احنا عندنا الاطفال بيحبوا يكتشفوا كل حاجه. ايوه يكتشفوا كل، يمسكوا العروسه. فمش هيبقى في فرصه خالص. لا هو ظريف كمان. عارفه ايه؟ ان ممكن لو الام عملت حاجه كده بتعلميها ازاي تقول ممكن تعملي عروسه انت بقى تانية بالشكل. أيوة. اللي انت عايزاه. أيوة. فتعالي علمك ازاي تعمليها. وانا بس يعني مش بس يعني يعني بعمل الكروشيه، انا كمان بعلمه. يعني والله. انا علمت ناس كتير واتبسطوا، وستات بيوت حسوا لما عملوا حاجه زي كده. حلوه قوي دي، انا هاخدها وانا ماشيه. دي فكرتها يعني. دي مقاسها كام يا نونا؟ هاخدها يا نونا. طبعا مقاسها كام يا نونا؟ طبعا مع حبيبتك. مقاسك كام؟ مقاسك كام؟ 39. انا 38. دي شكلها 38 فعلا. معلش لا 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 بس مش هزعلكم، كل واحد ياخد فرده.
ونمشي احنا الاثنين مع بعض. هي دي برضك فكرتها ان ممكن اي شوز عندك انت عايز تغيري شكلها، انت تقتي من شكلها، فبدل ما ترميها او تجيبي حاجه ممكن تعمليها كبري. الجزء التحتاني الجزء التحتاني هو عايزي، وانت بتبداي اللي انت تشتغلي الكبري بتاعتها. على ايه؟ على شكل الشنطه اللي انت معاكي، بحيث ان انت تعملي طقم من حاجه عندك. ما شاء الله. فده ممكن برضك الستات البيوت يعملوا حاجه زي دي، تبقى مصانع في ورش في بيتهم يعني. طبعا دي هايله. انت عارفه عشان تجيبي حاجه هاند ميد كده في اوروبا مثلا، في اوروبا تدفعي رقم قد ايه عشان تقولي الجزمه دي هاند ميد حاجه؟ والله انا طلبوني بره في الامارات، قالوا لي يعني تعالي اتدربي عندنا. بس ما ينفعش هم تدربيهم. لا انا قلت لا، يعني بنات بلدي واهل بلدي هم اولى بالصناعه ديت يعني. ايه كمان توريهم؟ في بردك حاجه زي كده، بردك شنطه بتبقى عاديه عندنا. اوكي. بردك ببقى ده اللي انا ايه اوظفها الشكل دي. ممكن تكون على فكره كتير جدا بيشتكوا من الشنط ساعات اليومين دول، بتبص لي الشنطه قشرت من حته صغننه. لو قشر بنوظفها، بنات كتير قوي بنوظفها بالظبط تصنيع كده. ليها والكارديجان بتاعها بردك على اساس اللي طقم مثلا عبايات في رمضان برده تبقى. واحنا عندنا ايقونه العين دي حاجه يعني حاجه مشكله يعني. البلاوز دي كمان حلو قوي، لطيفه جدا. انت عامله البترولي بتاعها يعني، عامله الاساس ولا عامله بس الفراشه؟ لا ده تريكو مكن. ده تريكو مكن. ببدا اللي انا عامله عندي على مكنه بردك من الف للياء، بعملها على المكن. أوكي. وبعدين ببدا اللي انا اشتغل بقى اليونت اللي عليها دوت، وابدا اللي انا اشبكه معايا. اللي جنبك هنا ده دوت حاجه اسمها مهاد بيبي. ده النونه كده بنحط فيه، بيدخل جواه بدل ما نلفه بحاجات كثيره كده وتفكه. دي الفكره لطيفه قوي. وتتشالوا كده. وتكلفته ايه بقى يعني؟ لا الاسعار في متناول الجميع يعني. يعني اسعار الكروشيه مش لا مناسبه مش وبعدين عمليه. انت اللي عارفه يا مهميه. والله لسه جايبه منها وعارفه. صدقي لسه ما عرفتش. انا لبست وخلاص. بس فكره حلوه قوي الفكره دي على فكره، انك تدخليه برجليه كده في حاجه ومش بقى بتقعد كل شويه تتفك منك وتتعمل حاجات البيبيهات دي لطيفه. انا عجباني كمان قوي دي. دي بطانيه بيبي. بطانيه بيبي. بصي جمالها وبصي الالوان. يعني بس البيبي تلاقي تلفي بيها كده الناس كلها تبص له كده. بالظبط. صدقي ان انا افتكرت ان هو مفرش وشكله حلو جدا. وشكله بالظبط كده. ما هي ممكن تتعملك على يعني بلاش صوفه، على حاجه ثانيه. على حاجه ثانيه. والخيوط نفسها بقت متغيره يعني، زي زمان تقليديه صوف او حاجه ساده. ايه عندك مشكله في انك تطلعي منتج يعني؟ هل مثلا بساعات ما بتلاقيش الالوان، ما بتلاقيش نوع كويس من الالوان؟ هو الالوان بتبقى بقى محدوده يعني. مشكلتنا في الالوان بتبقى محدوده. وطبعا انا ببقى عايزه اميل للخيوط المصريه. لان احنا طبعا القطن المصري دوت يعني طبعا مهم جدا، فنفسي يهتموا بس بالقطن المصري شويه. بس انا دايما بميل لصناعه يعني للقطن المصري. تمام. انت بتشتركي في معارض؟ بشترك في معارض. اشتركتي قبل كده في معارض يعني؟ معارض بتنظمها الدوله زي ديارنا والمعارض دي كلها، ببدا ان انا انزل واعرض فيها شغلي. وبرضك في بعمل على صفحتي. طب والناس رد فعلها ايه بقى؟ لا هما بيخطفوا الحاجه يعني، بيخطفوا وبعدين بيبقى في بيبقى في تعامل بعد كده. بعدين الواحد بيتعرف اكتر يعني. الواحد يحاول يبين نفسه ويسوق لنفسه ويعمل مجال لنفسه اكتر يعني. طيب لو واحده عايزه تبتدي تتعلم كروشيه، البدايه هل دي صعبه قوي ولا سهله؟ لا سهله جدا يعني. اللي هي ابره الكروشيه اللي كنا بنشوفها العاديه اللي عامله كده وفي اولها متني كده. ايوه. احنا ببدا اللي انا يعني ابتدي معاها من الاول خالص. وبعدين اهم حاجه اللي بيعلم دوت يكون عنده بال طويل. طب استنيني بقى ثانيه واحده عشان عايزه جزئيه اللي بنعلم دي نروح لفاصل. تمام. ونرجع مره ثانيه مع نونا كروشيه. ورجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل، وكنا بنسال نونا عن ازاي طرق تعليم الكروشيه، وهل كلها لسه لغايه دلوقتي بالابره اللي احنا عارفينها التقليديه لما تنيه من طرفها دي وبيبقى لها نمر ولا ايه؟ بتاخد وقت قد ايه عشان الواحده تبتدي تنتج حاجه بقى؟ يعني لو واحد حابب الموضوع قوي وعنده استعداد ممكن مثلا ياخد شهر بس ان هو يتعلم الاساسيات بتاعت الشغل. مجرد ما ياخد الاساسيات بيبدا بقى ينطلق بقى ان هو يتطور بقى ويعمل غرز مختلفه. ببدا بقى ان انا اوريه يعمل غرز مختلفه، ببدا ان انا يصمم الحاجه يعني شكلا كده، ونبدا بقى نوظف الغرز نفسها في الحاجه دي يعني. ده لو عنده استعداد وحابب الموضوع. استعداد. لكن لو واحده عايز تتعلم اصلا وهي ما تعرفش، لو عندها يعني بحاول احببها الاول في الموضوع، لان اي حاجه لو الواحد حبها بيبدا اللي يتفاعل معاها. شهرين مثلا.
انا عايز اسالك حاجه بقى. انا عرفت ان انت بتعملي اكسسوارز. تمام. طب ليه ما عملتيش لمها اكسسوارز على الطاقه هو انا قلت بتاعها؟ بس البلوزه الاول تعجبها كده وتلاقي اعجابها. طب عايز اعرف خدت منك وقت قد ايه؟ هي انا بصراحه قعدت عليها 4 ايام سهر عشان معها. طبعا عشان معها طبعا 4 ايام خلصتيها. عشان طبعا النجمه بصراحه يعني. ربنا يخليك. فكنت حابه ان هي تكون مبسوطه بيها يعني. طيب سيبك بقى من مها، لو حد طلب منك حاجه مثلا طب زي بتاع مها ياخد قد ايه؟ ياخد الاوردر بعد قد ايه؟ اسبوع. ياخد اسبوع بالظبط. اسبوع شغل. ما شاء الله. طيب الناس اللي عايزه تيجي تتعلم، تمام، بتيجي تتعلم مثلا بتبقى عندك في البيت بتيجي تتعلم، بتقول لها مثلا تعالي لي اليوم الفلاني، بتقعدي ساعه ساعتين معاها؟ تمام. هي بتجيلي وبنعمل حاجه اسمها ورشه عمل. ببدا ان انا اجمع فيها اشخاص عشان يشجعوا فيها بعض. بيبداوا اللي هم يشتغلوا مع بعض من البدايه، يعني على اساس كل واحده بتوري انتاجها. وكل ما الواحد بيخلص حاجه بيبقى عنده متعه وبيبقى مبسوط قوي ان هو انجز حاجه، لان الكروشيه بيطلع بسرعه. بيبان انتاجه. فبتشوفي النتيجه بسرعه. طب انا عايز اسالك على حاجه، زي اصلا انا بفكر في توظيف الحاجه. زي ما وريتينا الجزمه مثلا، دي جزمه كانت قديمه وانت عملت لها الوش كبري. الكبري بتاعي بالظبط كده. طب هل مثلا واحده كتير جدا بيبقى عندها مثلا فستان او بلاوز او اي حاجه مثلا كات وما بقتش بتلبس كات دلوقتي، هل ممكن تروح عامله لها كمام كروشيه؟ احنا ممكن نعمل حاجه اسمها دولاب جديد. اللي احنا ننزل دولابنا ونجيب الحاجه بالاضافات مش من اول وجديد. لا لا، نجيب الاضافات نضيفي عليه حاجات، نضيف يونيتات، نضيف وحدات واشكال. نغير القطعه خالص، نخليها يعني مختلفه جدا. طب قولي لي زي ايه مثلا؟ يعني انا فكرت في حكايه الكمام دي، ناس كتير جدا بتبقى بتلبس كات وبعدين تقول لك انا كبرت مش هلبس كات او انا مش عايزه. ممكن بيتحجبوا ومش قادرين كمان يرموا. في موضوع الكمام اللي هو بيتركب وكباسين تتشال وتتحط ديت برضك. دي فكره. ممكن ان احنا نشغل حاجه مثلا كولات، نعمل كوله مثلا لحاجه واسعه او حاجه. ممكن فستان دراس اسود ساده، اصل انا في الحاجات دي انت عارفه انا. ايوه طبعا. افتكس ايه؟ فستان دراس مثلا اسود ساده. تمام. بدل ما البس له سلسله عادي او سلسله عادي ممكن اعمل له كل كروشيه بلون حلو. هو كروشيه في الاكسسوري موضه جدا. وبعدين مميز في حته ايه؟ ان ما بيبصش لو اتركن او كده، يعني ممكن المعدن يبوظ يطوس يغير لونه او كده، لكن الكروشيه عشان قماش مهما تحطيه في اي حته مش هيحصل له اي حاجه. عايزه اسالك على سؤال كمان. كتير جدا من الناس اللي بتتعامل مع الحاجات دي بتخاف انها لما تيجي تغسلها تمط. تمام. عارفه طبعا انت اكيد بتسالي في الموضوع ده. في حاجات بتبص لا تمط تطول، كم يهد الحاجات كده يهرول وحاجات غريبه جدا زي معظم اللبس. اكيد في نوعيه بتعمل كده وفي نوعيه ما بتعملش كده. هي في نوعيه الحراير بصفه عامه لما بتتعمل على يعني على المقاس بالظبط، اول ما بتتغسل بشاور او حاجه بتروح مهروله. دي اللي على حرايق. دي اللي على حرايق. اللي هي السوتاج اللي بيسموها السوتاج. بالظبط كده. اوكي. لكن الحاجات اللي هي بتبقى قطن او فيها يعني البوليستر بيبقى قليل فيها شويه. ما بترميش قوي في الغسيل. وبعدين المحترف غير ما يكون واحد مبتدئ، واحد مبتدئ بيعمل والله حاجه يعني بالظبط، فلما تتغسل تروح مهروله. اوكي. لكن المحترف مثلا بيروح مصغر الحاجه فبتبقى مظبوطه اول لابسه، فتيجي بعد كده تبقى خلاص مش هتمط ولا اي حاجه. طريقه الغسيل مختلفه. طب هبه عندك سؤال؟ عايزين نعرف بقى طريقه الغسيل الكروشيه، بس بيتغسل ازاي؟ عشان يعني عايزه اسالك سؤال بس مهم. هو طريقه الغسيل اللي هو اللي لازم تحطيه في كيس، يعني كيس قماش او حاجه. كيس قماش. ما تحطوش في الغساله كده على طول. لو هتغسليه في الغساله. ودايما يكون في شاور، يعني مش ميه سخنه. مش صابون بودره او حاجه، لا بتنشف الكروشيه، لان الكروشيه يعتبر خيوط كده مرنه. لا يعني ثانيه واحده، يعني احطها في كيس وبعدين تحطيها في الغساله؟ تحط لها شاور في كيس قماش. تحط لها شاور حاجات اللي بتطلع ريحه بس. بحيث ان الحاجات اللي بتنعم. حاجات بتنعم. اي حاجه اللي هي بتنعم وسيبها تاخد دورتها على السلك مثلا او على الحرير. على دوره الحرير او قطان او قطان بس، واطلعها انشرها بقى عادي. ولا تتحط على ترابيزه او حاجه؟ يا ريت لو في ترابيزه ممكن تجففيها عليها او حاجه. بيكون احسن. طيب بتحافظي عليها. طيب إيه؟ انت اوكي. لا قولي انت يا هبه. انت كنتي بتقولي لي من شويه ان انا نفسي كل بيت مصري يعملوا فيه ورشه كروشيه. طيب. ايه بقى طموحك في الموضوع ده؟ يعني انا طموحي اني اتعاون مع يعني وزارات او اي جهاز في الدوله، ان انا اساعد الشباب او اي حد قاعد في البيت مش لاقي شغل. مش هنروح، احنا هنروح لغايه عنده.
هنعلمه، تعلميه حاجه، هنعلمه وهنخليه ينتج في مكانه وهو قاعد في مكانه، ومن انتاجه دوت نرفع بلدنا. الله عليك. يعني لما يكون في كل بيت مصري منتج، عندنا في اليابان والصين بره في كل بيت في ورشه، فالناس ارتقت بكده، يبقى كده ما فيش حاجه اسمها محدود دخل، الناس كلها هترتقي بدخلها. وحتى اللي ظروفه ما تسمحش بالخروج مثلا بالزبط. كأم مثلا او كسيده او كده تقدر تعملوه وهي قاعده في البيت. انا نفسي بصراحه يعني انا اعمل حمله، يعني اعمل حمله كده ان احنا ندخل جوه بيت كل مصري نعلمه مهنه او حرفه، بالذات الستات البيوت. انت عندك بيج، اعملي حمله. انا نفسي اعمل بجد والله. انت عندك بيج، اعملي ده. ما هو فعلا يعني هو ده الموضوع اللي بفكر فيه فعلا، انا عايزه في كل بيت. يلا اعملي حمله واحنا وراكي ان شاء الله. خلاص. طيب عايزه اسالك على حاجه ثانيه، عشان ناس كتير جدا ما بتبقاش فاهمه ايه الفرق ما بين الكروشيه والتريكو. قولي ايه الفرق ما بينهم؟ ولا واحده من الناس دي يا مها على فكره فعلا. هو التريكو دايما بيبقى غرزه ماسكه او ضيقه، ودايما بيشتغل بسنارتين او عصايتين. وبعدين بيكون مجسم، يعني ايه قليل قوي لما تلاقي تريكو واسع او ياخد راحته في اللبس. الكروشيه بقى عامل زي العجينه كده، تعرفي تشكليه على حسب ما انت عايزه. يعني عايزاه واسع، عايزاه ضيق، عايزاه لو تداري عيوب جسم بيه ممكن، مفيش مشكله. بيشتغل يعني. وفي طبعا كروشيه ما فيهوش مكنه زي التريكو. لا مفيش كروشيه مكنه. مفيش كروشيه مكنه خالص، هو كله بيبقى حرفه يدويه، يعني الايد داخله فيها والتفكير. ده مش متعب؟ ده كله بالايد، ده مش متعب؟ لو حاجه الواحد هاويها ما بيحسش لا بتعب. انت عايزه ورشه بقى، بنات حواليكي وبيشتغلوا معاكي؟ طبعا ده حلمي، ده حلمي بجد، ان انا يعني اعمل ورشه كبيره ويبقى معايا ناس كثيره ربنا يحققهم ويشتغلوا معايا في الموضوع ده. طب قولي بتقرري الموديلات ازاي؟ يعني عارفه ازاي يعني، يعني بتشوفي مثلا السوق طلباته ايه ازاي؟ هل مثلا يعني سيبك من ان اوردر جالك انا عايزه بلوزه كذا او عايزه شال كذا، انت هل مثلا بتطلعي عن احدث الحاجات اللي بتنزل في دايما؟ بصي بطلع على حاجات الموضات العالميه، بحيث ان ايه، في ناس بيحبوا التميز، يعني بيحبوا يبانوا بالقطعه بيسز هي بتاعتهم لوحدهم، مش عايزين حد يكون لابس القطعه اللي هم لابسينها. تمام. ف يعني برضك اتجهت للنجوم كتير، برضك بدات اللي انا عملت لهم من احسن النجمات اللي انا عملت لها طبعا استاذه مها. يا سلام. طبعا. انا قلت ايه، انا قاعده مستنيه طول اليوم. يعني غلطانه بجد يعني. الله يجنن عليكي. طبعا انا عارفه يعني. ان انت فرحانه على فكره عشان هي لابسه. انا فرحانه عشان الحاجه جميله عليها. انا عارفه جميله عليها جدا يعني. فطبعا التميز، هما بيلجأوا للتميز، يعني دايما الانسان بيدور على ان هو يكون مميز. دي حقيقه طبعا. بس غير لما يكون حاجه موجوده في محل كتير والناس كلها لابساها زي وان بيس، يعني قطعه واحده كده. يبقى الموضوع حلو مختلف جدا. طب انت لما بتحبي تغيري من غرزه لغرزه، هل لازم تلجئي لحاجه اللي هي انا بشوف حاجات عامله زي باترونات كده بتعلم غرز جديده بالضبط. هل لازم تلجئي لحاجه كده، ولا ممكن انت تجربي حاجه كده تطلع معاكي غرزه لطيفه؟ الباترونات بتبقى مفيده في اول الايه، الانسان لما يكون لسه متعلم الحاجه جديد بيكون طبعا مش عارف غرز، بيلم لسه الموضوع، لكن لما يكون لسه يعني الواحد محترف او كده بيكون عنده غرز مخزنه في مخه يعني. فبيقعد ممكن يالف، ممكن يعمل حاجه مش موجوده في باترون اصلا خالص. طيب نونا احنا بنشكرك جدا وفرحانه ان في شابات زي كده بيبتدوا مشاريع من جوه بيتهم وبيعرفوا ازاي ما يقعدوش ساكتين وما يقعدوش يلوموا الحظ ويقولوا احنا ما بنعملش حاجه او انا لسه ما اشتغلتش او مش عارف ايه. يندبوا حظهم. يندبوا حظهم. يندبوا حظهم. فبجد انت بجد شاطره، وشاطره كمان ان انت عايزه تعملي حاجه لبلدك وعايزه تعملي حاجه لبقيه البنات عشان بالزبط. كله يبقى منتج بالزبط. باي شكل من الاشكال. فاحنا وراكي في الحمله اللي انت هتعمليها وهنعرف اخبارك اول باول ان شاء الله، وتجي لنا كده بعد مثلا 3 اشهر ولا حاجه تقولي لنا عملتي ايه وعلمتي كام واحده ان شاء الله، ويبقى معاكي بقى منتجات جديده ان شاء الله. نشكرك جدا جدا يا نونا. نونا كروشيه على الفيسبوك. طيب هنروح لفاصل ونرجع تاني مع الضيفه الدكتوره رباب الرفاعي بمركز نبض، ونسألها عن الجمال وجمال الوش وجمال الجلد وجمال الشعر.